يو 7 باي ارخص واضمن موقع لبيع كوينز فيفا 20، سريع بالتسليم وامن ومضمون من الباند والتصفير، وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالديسكربشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا روسر جيمر معكم اليوم مقطع جديد من سلسله الطريق للعالميه. بدايه بعتذر انه صار لي يمكن 3 ايام قاطع عن السلسله، وتعويضا عن هيك جبت لكم حلقه يمكن اطول حلقه بتاريخ السلسله، يمكن وصلت مدتها بحدود ال 25 دقيقه، فهذا تعويضا اني مالي عم نزل كثير من السلسله بالفتره الاخيره، فبعتذر. فلا تنسوا بالبدايه تضغطوا على لايك وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتوا مشتركين، بدنا نوصل 25000 لايك. بهي الحلقه رح تشوفوا ملخص الفوت شامبيون وصاويت تعديلات بالتشكيله كمان، فضروري جدا انك تتابع المقطع كامل لانه حرفيا صار في كثير شغلات رهيبه، ويعني مره ثانيه انه انه ما عم نزل كثير، لكن الدعم كان شوي نازل بصراحه، فقلت انه يعني اقطع شوي عن السلسله وبعدين اني ارجع، لكن اذا الدعم ارتفع هلا وشفنا هيك لايكات عاليه فاكيد اني رح ضل نزل بالسلسله يمكن يوميا، وايضا من سلسله نمط المهنه لانه صار لي كمان كم يوم ومنزل فرح نزلكم منها. كنت لانه والله النت ضل عندي مقطوع 48 ساعه، ولولا اني مجهز مقاطع من الاول وعامل جدول على اليوتيوب يمكن كان ما قدرت نزل بيومين تمام، لكن الحمد لله انه كنت مجهز. هلا رجع النت، لكن يعني كان شغله كريهه، فرح نرجع نحاول المقطعين باليوم. طولت كثير عليكم بالمقدمه، فشاهدوا الملخص واستمتعوا، لا تنسوا انه تشتركوا بالقناه اذا ما اشتركتوا، ومشاهده ممتعه. يا سلام، تشكيله اعارات كله، كاكا، جيرارد، ديلبي، ومالديني. مميزه دوري 48 ساعه لابطال فوت، الكل في انتظار مباراه كبيره اليوم، الضيوف لديهم امكانيه اليوم للصعودي في ترتيب الكره، بتضرب الخط الخلفي، ديمبلي وحش، بيليه، يا لعيب الله على التمرير، هجم هجم هجم، يا الله، حرام حرام حرام. بيدال، عند الامكانيه هنا، كنت يا وحش، خلق المساحات، ايجاد الثغره، بيدال، اوه حرام، الارضيه كانت بدون تركيز، يمسك حارس المرمى، وحش، ملعوب الكره بين يمين فيدال، عند الفرصه في هذه اللحظات كيف راح يتصرف فيها، ممتاز، يا كنت يا وحش، يا وحش انت، الله عليك والله. بالنسبه لي هذا اللاعب احسن من نيمار صراحه، يعني انطلاقه وبدايه فرصه، تقل تقل بعد المهاره، اخ شغله بتضايق والله، لو ان المهارات بس بيعملها بخفه يعني كان احلى اهداف بتجي معي. فرصه والكره في وضعيه الهجوم، كره بتعدي، لا 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 لا، كانت 1 2 حلوه جدا جدا، ارتورو فيدال، تحرك جيد في الثلث الهجومي، عند الفرصه في هذه، يس، ديمبلي، السيف على الان، كره متاحه للتسجيل، اوه روبرتسون، اصلي اصلي اصلي، هدف محقق، يضيع، لا ما استفدت شيء، صدي ممتاز، ضاعت الفرصه، لا ما كنت، كانت طيب، يلا اوكي، اهم شيء فوز بالنهايه مو مهم، اداء جدا حلو بصراحه وفوز مستحق. اوه 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 اوه، بن يدر وكريستيانو والله رح يعملوا لي ازمات هلا قدام، بس عنده ثلاث يعني لعيبه محاور دفاعيين، خولت وبالك واكونيا، بالفريقين وبحجم المسابقه دائما نشهد مباريات كبيره وقويه، بينيه تضرب الدفاع ويخترق ولدي المساحه، يا كلب حرق الحارس، ما توقعت والله، بس لا لا والله حلو، هو حاول فيها فول، فول يا حكم، اوكي ما حسب لي شيء، عرفانك بدك تحرك حارس، مرة ثانية رجع حرك الحارس، ينخاف منه الخصم لأنه جدا لعيب شكله، باولو ديبالا، بدي لي عبوات على فيدال، يا الله، كريستيانو، باولو ديبالا، آه ما أحسن توقفها والله، يو كنت ما بعرف حرك حارس ولا شو بالضبط، فيرجيل فان دايك، غباء 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 غباء، كره بتعدي بوجه في المرمى، ضرب الكره، الكره بشكل جيد،
مستحيل حارس المرمى يتصدى لهذه الكرة. يا الله لا والله لا والله كريستيانو رونالدو. شوف الثاني يا الله يا اخي تخلفكم اقسم بالله انكم لعيبه متخلفين. يستعيد الكرة بدون ارتكاب كل شوت غاب علي بتكون يعني اخسر يعني وخلاص. كرة بتقطع بعد عن 9 دقائق فقط على الصافرة. هذه تصوير لا فكرت اقول يا الله وكل ما يفصلنا عن صافرة النهاية 5 دقائق ليس الا بدال وساب بن يده بيعدي وبيمر بالكرة. والله الله الله يا بن يدر يا وحش. عند الكرة في مكان خطير عثمان ديمبلي تمريرة تبحث عن الأسطورة بيليه كرة بينية في اللقطة الماضية. الله 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 خلاص انتهت. لا لا بمباص لا بمباص عمل مربع اكس. يا الله طيب يلا جي 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 جي. مباراة صعبة والله يعني لدرجة غير طبيعية لكن بالنهاية يعني فزنا الحمد لله. اهم شيء كريهة كريهة كل عناصر اللي عنده كريهين هيك لدرجة مو طبيعية يعني بغض النظر عن ان الريتنج تبعهم عالي او لا بس كلهم بيكرهوك حالك جوا الجيم. لا 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 سحبت بدفاعه مليون مرة ولا قدرت حطه. جون بارز يتوغل لقلب الملعب. حسام عوار مستحيل البدء. ماذا سيفعل الان؟ حط يس سحب. الله ياخذ ابو الحالة سحب ونحن متعادلين كمان. لا 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 البنج علي لما عملت ريدي البنج علي. واه اوكي يا الله يا ريتني ما دخلت. يا ابطالي فوت كلنا في انتظار بدايه الاثاره بدايه المتعه مع الصافره ركله. انا بقطع مشان شو مشان اخر شيء ترجع له باغبى طريقه. السعودي في الترتيب العالمي والوصول لمستقبل عبها حلو. فرانكي ديونغ ماذا سيفعل الان؟ يس وحش. ارتورو فيدال 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 ضعيفة تذهب للفريق الاخر. كرة بتضرب الخط الخلفي. والله حرام عليك يا فيدال لمين لعبها انا ما بعرف. حاول يحط الكرة من فوق حارس المرمى لكن الله على الانقاذ حارس المرمى كان ممتاز. هيا شوف هيا شوف ثاني مرة خطوط الوسط بيغلطوا الغلطات غبية. تصدم التواجد على الجناح. كرة في مكان خطير وساب بن يده. وحش وحش اول مره بسجل هدف بهالطريقه بالعاده دائما بتنقطع لانه قد تكون هذه الفرصه بس روح بيعدي فيها فرصه الان. هذا الشغل المزبوط. اوكي هذا المهاجم جلتش شكله سرعة وشوط وكل شيء مثل كنت بس انه تبع الدوري الاسباني يعني. يسير بالكرة باتجاه المرمى يتوغل لقلب الملعب. بيليه ديونغ تمريرة في اتجاه ديبلي ماذا سيفعل الان؟ لا 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 يا اخي لا يعني انت حتى لو شو ما كان مخك هيك. بيليه يطلع من التسلل بس او ماي جود. نتمنى بان يتغير الحال بان نشاهد فريق يغامر فريق حتى الان ياتي بزمام المبادره وبيليه مثاليه خلف المدافعين. يخرب بيتك يا كنت او ماي جود. اوه هاي هربات. بينية تضرب الدفاع يقطع الى الداخل
حلوة. ايه يا هيك الاهداف يا اما بلا. يا الله يا ما انا انقطعت معي شو ما عملت يا فيدال. اطلع معي خليني اعرف العب لك باص. الله عليك يا كنت. الله 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 تخيل هاي لو انقطعت هلا وتسجل علي جول. انا كان ممكن خليها مع الحارس واتركه يصفر بس قلت يعني انه هجم هجمه اخيره، لكن اوكي ما في مشكله. فرصه هاي اللي شالها من على الخط اخر شيء يعني بصراحه بتضايق كثير. طيب قررت اني ابيع روبرتسون وجيب الظهير اللي هو فان انهولت الظهير الهولندي بيشبك اخضر مع فان دايك. وبنفس الوقت في كثير تعديلات او مو كثير يعني في تعديلات راح بتصير على الخطه ونصائح اجتني منكم من المقاطع الماضيه. طيب قررت اني اخلي الخطه بهي الصوره. طبعا داخل المباراه بحول الخطه 4 2 3 1 بحيث انه يكون فيدال وزانيتي محاور والظهير طبعا بيرجع زامبروتا وعندك الدفاع يعني يعتبر هيك اغلبه تناغم كامل. تمام فهذا شيء حلو حتى لو زانيتي لعب على تناغم ناقص ما بيفرق بصراحه. وبيع دي يونغ بنفس الوقت مش احسن جيب فان انهولت وبظن هيك الخطه تعتبر جدا ممتازه بتصير. طيب عملنا تحدي اسمه فوت 10 بيعطينا باكج تقريبا انه باكج 45000 نقول ان شاء الله يطلع لنا شيء مثل الناس. ناس كلها من زمان قالت لي هذا اللاعب طاقات على الفاضي طاقات على الفاضي، والمشكله انه اللي بيقول ما بيكون مجرب اللاعب اصلا يعني بيقول لك وخلص. يعني يا ريت انا بتمنى انه اللي بيقول ينصح عن لاعب يكون هو جربه مو بس هيك سمع رايه وخلاص. لكن لاعب ضدي عقدني تعقيد والله العظيم من اكثر الاسرى اللي عقدوني باللعبه. فانا راح اجيبه وضمه للفريق وان شاء الله يعني انه يكون خرافي. واهم شيء انه بيشبك مع فان دايك خط اخضر فهذا الشيء يعتبر جدا حلو. اوكي 162000 صفقة ممتازة بظن بطاقة انكور لانه وهي البطاقة اللي بدي استخدم عليه احسن ما اشتري حتى لو لقيته بسعر ارخص بدي اضطر اشتري له بطاقة. فلسه بدي اعدل مركز فيدال ومركز بيلي وخلص. اوكي يا جماعة هاي الخطة وطبعا داخل الجيم بتكون على هاي الصورة عندك زانيتي وفيدال محاور زامبروتا رح يرجع رح اعطيه فرصته اذا ما بدع والله رح استغني عنه فورا. ف يعني ان شاء الله الله يوفقنا ونحاول نقدم شيء ممتاز. فالنت عندي اليوم مقطوع فعم بضطر اني العب على 4G ان شاء الله انه هالشيء ما يعمل لي مشاكل. فبنقول اوكي يلا. واو يا البينج واو درجة واحدة عطي بسم الله. يا حتى التشكيلة مو محملة. مبابي مهاجمه اكيد مبابي وفييرا. يا سلام خطة كريهة كريهة يعني. يا الله ياخذ التأخير اللي بالجيم. واو والله انجلت يمكن اوه الله يا بيلي خطورة رائع في قراءة الفريق الخصم. بيدال بيدر الله الله الله. لا والله اداء رهيب محاور زانيتي وبيدال يعني جدا خرافيين بصراحة. انا زانيتي من افضل المحاور اللي جربتهم يعني بمركز المحور اللاعب رهيب. عندك باصات خرافية فان انهولت يعني أول مرة هالسنة بنجربه وماني عارفان خيره من شره يعني مثل ما بيقولوا. لكن إن شاء الله إنه يكون بس. غباءكم اللي ماله داعي بطلوه بطلوه بس. عطاياها يعني بطريقة بايخة. بدي العب واتينج بدي العب واتينج. توقعت تمر والله من الدفاع هيك ما توقعت. اصلي يس واي حارس يا الله يعني والله العظيم انا ما عم بعرف كيف صدى. لمين 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 يا الله من لاق
العب كانتي بيخلص يا سلام على الاعتراض. والله والله بلش يلعب على كيفون بلاك، هذا ما بيعرف الواحد يعمل شيء. قصب بدها ترجع له والله. شوفوا 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 اللعب، شوفوا اللعب، انا عارفان العب هيك، انا عارفان العب. خلص بلنتي. اوكي يس. الله يستر الله يستر الله يستر. اوه منيح منيح منيح. او ماي جاد على المباراه، لكميه اللاج اللي صار مو طبيعي. بالنهايه طلعنا فوز، انا ما بعرف كيف بس يلا. او ماي جاد يهو يهو يهو. هذا شوف حظه من مكجات الايكون ولا شاريون هذول، ما بظن. هذا 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 الدب هذا والله بيخوف. انا بعرف اف بده بده يسجل علي. يا الله يا الله، هاي فرص ما المفروض تضيع والله. حط فصل علي حسب هو خسارة. الكراهة من دفاعه بدك تلاقيه ولا من هجومه. حلوة خلص. يا الله على التأخير. مية فرص ضيعتها بهالمباراة؟ يعني تحسم لي مباراتين مو مباراة واحدة؟ العب يا بن يدر. واخيرا لا اوفسايد. ايوه الحمد لله الحمد لله. العارضات لانه ما في حاببتني بهالفتره خلاص. اوكي تشكيله انجليزيه على اسبانيه. خلاص 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 اهدى بقى اهدى اهدى شوي. ايه تمام. لا تمام تمام. هنا في مكان خطير يحاول ايجاد الثغره. الله 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 ممتاز بليه. فتحوا له قالوا له تفضل. لا لا الله ياخذ الجول البايخ. يلا بن يدير يلا يلا يلا. عثمان ديمبلي يا حرام. الله هو 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 هو. يس خلاص. عثمان ديمبلي يحاول انه يلاقي ثغره يلاقي مجال فرصه. الله 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 ديمبلي. اسبانيا دي بي راموس راموس. يس يس من باكج هديه. الله باكج لاعب واحد نادر يطلع لي راموس اللي سعره 50,000 كوينز ونقدر نستفيد منه بالتحديات. اوين مومنت مو اوين هذا ولا جيرارد هذا؟ الجيرارد لامبارد كل مره بخربط بقول بدل لامبارد بقول جيرارد. شكله هذا تشيلساوي اصيل. تركتك تفوز بس لانه في حدا بعرفه بحبه كثير بشجع تشيلسي، غير عن هيك لا تتوقع انه يعني رح بارك لك على الفوز. بلي 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 بلي. يس 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 يس. اوه حلوه. هو رجله الطويله شوت. يس ديمبلي ديمبلي. في شويه سرقان معلش بس يعني بالنهايه ما راح اقول لا.
الله هالباص الله هالباص قد تكون هذه الفرصة من يدر الله 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 انا بعتذر على هيك هدف بس يعني بالنهاية يعني والله لو جيتك انت ما كنت رح تقول لا لا اله الا الله خلاص هي لو اني متعادل والله وهيك عم يجي علي هجمه والله لانجلي ايه تاخر يلا جي لا يا ساتر دي سايه لبي ليه يا متخلف والله ما مربع اكس عطيتها اصلي انسحب شكرا يا شيخ شكرا بسم الله الرحمن الرحيم يا ساتر 5-4-1 مباراة اليوم وقف على الكورت شو اللي راح لك شوت يا الله لا تتاخر كثير روح بتقدر ديمبلي بتقدر يلا 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 وحش ديمبلي من يدر اوه حرام جول يا اخي انسحب ارجوك يس 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 مباراة على السريع هيك خليه ينسحب بس يا رب انه ينسحب لا جيم الرانك يا والله تشكيلة حلوة بس جناح اليسار غريب هو بيت نايس لعبة والله نايس يلا 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 مكليلي بطيء حرام عليه خلصني عندك الله 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 واخيرا يهو او ماي جاد يلا ايوه هذا المطلوب الله 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 يس اصلي اوه جيم الرانك مو ايزي بس كمان مو كتير صعب بلشنا الشوط الثاني حلو وسجلنا هدفين على السريع فمثل ما شفتوا هذا كان ملخص الفوت شامبيون لهذا الاسبوع مبدئيا زمبروتا ما رح يكمل بالنادي والله ما بيلعب فيه لاعب تقيل لدرجه مو طبيعيه بالظهير الظهير لازم يكون خفيف هذا الشيء مهم حتى فان انهولت مشكلته انه قصير يعني اي واحد اميكسترو يمشي بصراحه زانيتي اكثر واحد نفع معي بالظهير وبالمحور كمان هو فيدال مدين شغل رهيب فغالبا ممكن ارجع هذا لهون ما بعرف يمكن غير بالخطة اكتبوا لي نصائحكم لظهير هيك ممتاز يا اما ظهير يا اما محور بحس انه عرفت ممكن اذا اقترحتوا لي ظهير لعب زانيتي محور او العكس مثلا لعب زانيتي ظهير ولعب واحد محور او شيء مثل هيك لانه انا بصراحة زمرتا ما نفع معي اطلاقا لا هو ولا فرديناند عادوا ينفع بهالوقت من اللعبة هن ممتازين لكن مليون مهاجم صار خرافي وغيره هذا الاسبوع جولد 3 والله العظيم اكثر من 48 ساعه مقطوع النت عندي يعني كل اللي لعبته يوم واحد يعتبر بالفوت شامبيون 48 ساعه النت مقطوع عندي ما عم بقدر العب كنت بدي كمل لكن والله خلص الوقت لاخر يوم لاجى النت سبحان الله فمثل ما شفتوا هذا كان الملخص لهذا الاسبوع اكتبوا لي اقتراحاتكم للتشكيله تحت بالتعليقات ولا تنسوا بالنهايه ضغطكم على اللايك واشتركوا بالقناه اذا ما اشتركتوا ما راح احرق دمي بصراحه على اللعبه الرفع ضغط هيك بدك ترفع ضغطك العاب اللعبه هي اي اللعبه صايره فاني العب والله مباريات زياده اكون فايز وارجع اخسر ومن هالحركات هي بكفي واصلا اليوم الوقت خلص تبع الفوت شامبيون يعني قصدي على الاسابيع الجايه ممكن انه ما احرق كثير بالفوت شامبيون لانه راح ينحرق مخي اذا قد قاعد احرق مباريات عم بلعب على راحتي اذا فزت والوضع حلو هيك والمباريات خفيفه بكمل مباريات لكن غير عن هيك والله ماني مستعد ارفع ضغطي مشان هيك لعبه فهيك بنقدر نقول وصلنا للنهايه لا تنسوا لايك واشتركوا بالقناه اذا ما اشتركتوا بس هذيك عندي اليوم في امان الله.